بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله يجعلنا من المتقين. قولوا آمين ويجمعنا في جنات النعيم. كيف يكون ترتيب المجموعات؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. على أي أساس يكون ترتيب المجموعات؟ الله أكبر. العمل الصالح. فنسأل الله بمنه وكرمه. يا إخواني الله جل وعلا يقول والسابقون الله أكبر أولئك المقربون والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون فيدخل أهل الجنة إلى الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. شيخ نايف، من الذي خلق القلب؟ الله جل وعلا. يا أخواني، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق القلب ويعلم ما الذي يسعده ويعلم ما الذي يشقيه. أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذي يسعد هذا القلب هو ذكر الله. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب. الله عز وجل أعد لك نعيم مقيم في جنات النعيم. إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. شيخ نايف، في الدنيا ثمانية أشياء، في الدنيا يا غالية، وفي الدنيا يا غالي ثمانية أشياء: اجتماع وتفرق. نحن الآن اجتمعنا في هذا الملتقى وسوف نتفرق منه. اجتماع وتفرق، سعادة وأنس وفرح، وكدر ونكد وضيق، ومرض وسقم، ثم قوة وشجاعة وفتوة، وموت وحياة. أما في الجنة يا غالي فخذ الأربعة الطيبة واترك الأربعة السيئة. اجتماع بلا تفرق، وفرح وأنس وطمأنينة بلا ضيق ولا نكد، وقوة وشجاعة بلا ضعف ولا مرض، وحياة بلا موت خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ابن
مين هم الكافرين؟ ايش صفاتهم؟ الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. طب الشيخ نايف انت قلت كثيرين، والله فعلا كثيرين. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وذكر في آيات أخرى: وقليل من عبادي الشكور. شيخ نايف تعرف ايش الحل؟ يا اخواني تعرفون ايش الحل؟ اعطينا صفاتهم من جديد وبعدين اعطينا الحل. تكفى يا شيخ. الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الحل: ولقد جئناهم بكتاب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني واقسم بالله من وضع القرآن أمامه قاده إلى الجنة، الله أكبر، ومن وضع القرآن خلفه ألقاه إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى قد أنزل إلينا القرآن نور وهداية وانشراح. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأعبد الناس لله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ما قال امسك، قال فاستمسك. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يا أحبابي أقسم بالله اللي يتمسك بالقرآن الله سبحانه وتعالى يخرج من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحين أنت في الجنة في قصورها وعلى أنهارها، إيش أنهارها؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن
لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وناداهم وقال سلام عليكم يا أهل الجنة، فيردون كلهم بصوت واحد ويقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. شيخ منصور، هذا الدعاء متى يقال في الحياة الدنيا؟ الصلاة. متى نقوله يا أخوان؟ بعد الصلوات الخمس. تدرون أنا فهمت من هذا الموقف؟ الله. والله وتالله وأقسم بالله لن يكون في الجنة ولن يسمع كلام الله ولن يرد السلام على الله ولن ينظر إلى وجه الله في الجنة إلا من كان محافظا على الخمس الصلوات في الحياة الدنيا. والدليل والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. الموت راح يجيك بعد صلاة، ما راح يجيك قبل صلاة. إن جاك 11 الصباح فأنت مت بعد صلاة إيش؟ وإن جاك الساعة 3 الظهر مت بعد صلاة الظهر، وإن جاك الساعة 3 في الليل فأنت مت بعد صلاة العشاء. الموت يأتي بعد صلاة، فحافظ على هذه الصلاة من أجل أن تدخل جنة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أحبابي في الله، أقسم بالله من حافظ على الصلاة بخشوعها وبأركانها وبواجباتها وبسننها، والله يا أحبتي في الله إن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمه بالجنة كما ذكرنا الآيات. أحبتي في الله، آيات كريمة، آيات تتلى أحبتي في الله في كتاب الله عز وجل، يبشر الذي صلى بين يديه سبحانه وتعالى بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله جل وعلا يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يا من حافظت على الصلاة الله سبحانه وتعالى قد يثني عليك في سورة المعارج الذين هم على صلاتهم دائمون. صلاة الفجر في المسجد، صلاة الظهر في المسجد، صلاة العصر في المسجد، صلاة المغرب في المسجد، صلاة العشاء في المسجد، فأنت دائما أحبتي في الله في صلاة. زي ما ذكر أخوي نايف، والله يا أخوان سوف يأتينا الموت. الله جل وعلا يقول فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق أهل الجنة أحبتي في الله لهم صفات يتصفون بها. الآن كيف أعرف أنه هذا اتحادي؟ كيف أعرف أنه هذا نصراوي متصدر؟
بشعاره بالشعارات التي يرفعها. كيف انت نعرف انك انت من اهل الجنة؟ كيف؟ بالشعارات، بالاقوال التي تقولها، بالاعمال التي تفعلها يا غالي. نشهد لك بخير، نشهد لك بانك من اهل الجنة. ذكرنا القرآن وذكرنا الصلاة، اعطينا بالله، نبغى نتزود. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، أهل الجنة يفعلون فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هذول أهل الجنة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني يظلم نفسه، يرتكب فاحشة ويفعل هذا كله، يستغفر الله ويتوب إليه يصبح من أهل الجنة؟ بل قال الله جل وعلا: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. كثير من الناس الآن والله يقع في هذا الكلام يا أخوان. يعظم الله، الله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اقسم بالله يا شباب، لو عظم الله في قلوبنا عظمت اوامره جل وعلا. والله يا اخوان، لو عظم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا عظم اوامره. اسمع يا غالي، اسمع يا حبيبي كلام الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه جل وعلا ويعظم نفسه. قال جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أم ما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، أإله مع الله.
الضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ما أعظم الله. احنا الآن على جبل، ايش مصير الجبل يوم القيامة؟ كل جبال الدنيا. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، هذا يوم القيامة. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء بهوله وتشيب منه مفارق الولدان، وتشيب منه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره للخلق منتشر عظيم الشان. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. يوم ترونها، يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. قال الله عز وجل في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا، يا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما ويفعلون ما يؤمرون. يقولون يا ليت، يا ليتني قدمت لحياتي، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طيب يا شيخ منصور، ايش الحل؟ انا اول واحد ابغى حل، ابغى انقذ نفسي، ابغى اخرج عمري، ابغى جنة وخايف من النار، ايش الحل؟ ايش اللي ممكن اقدر اقدمه الان؟ ايش اللي ممكن انا اقدر اسويه الان فيرحمني الله عز وجل في الدنيا قبل الاخرة؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ،
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. في الجنة. في الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فراه في سواء الجحيم. فاطلع فراه في سواء الجحيم. قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. خواتيم سورة عما يتساءلون: إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم
لكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نحتاج نصبر على طاعة الله، نحتاج نصبر في هذه الحياة الدنيا حتى نصل إلى الجنة، وبعدين إذا صبرت هتجي الملائكة تثني عليك في الجنة كما قال الله عز وجل، بصبرك تنال الجنة. جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. شيخ نايف، تخيل هذا الكريم الذي يتقبل توبة التائبين، مو بس يقبلك بل يحبك ويبدي سيئاتك إلى حسنات ويفرح بك ويفرح بتوبتك والرجوع إليك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا غالي ما تبغى تفرح الله؟ يا غالي ما تبغى تفرح الله؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل من كرم الله شيخ نايف وكرم الله لكم ولنا يا أحبتي في الله إذا تبنا ورجعنا إليه أن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أي آية من القرآن تسمعها وقف وقول لنفسك اسمعي الله يكلمني، لأن الكلام القرآن كلام من؟ كلام الله. الله في القرآن الكريم بيّن لنا بأنه يريد منا أمر، يبغى منا شيء، كما قال الله عز وجل في سورة النساء. اسمع الكلمتين هذه: والله يريد أن يتوب عليكم. من الذي يريد؟ الله سبحانه وتعالى. ممن؟ من عباده. والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أسألك بالله، ما تبغى الجنة؟ طيب كيف تبغى الجنة وانت ما تبغى تقدم توبة؟ انت ما تبغى تعيش مع القرآن وفي المساجد؟ بالله ما جاء الوقت اللي تتوب فيه لله؟ أسألك بالله ما جاء الوقت اللي تفرح فيه الله؟ أسألك بالله ما جاء الوقت اللي تسلك في طريق الجنة؟ والله عز وجل يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي دليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي دليل. فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين. أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل بأن لديك شفاء العليل. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب وأنت الذي تقل الذنوب وأنت الذي تقل الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم تب علينا أجمعين اللهم تب علينا أجمعين. اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من المخلصين الصادقين اللهم اجعلنا من المخلصين الصادقين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تميتنا إلا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة.
اللهم قبور آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم يا رب اجعلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعلهم ممن ينالون كتابهم بأيمانهم يوم القيامة. اللهم ادخلهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.